الله. طب انا عايز اقول لك حاجه يعني. ايه؟ انا امي وحشتني قوي. ده احنا بقالنا 4 شهور في الطريق يعني، مش كتير يعني. ما 4 شهور دول مش قليله يعني. 4 شهور امي وحشتني. ابعت لها جواب يلا، قول لها وحشتني. ايوه صح يابا، فكره حلوه. انا معايا ورقه وقلم، هكتب بقى جواب اقول لها يما يا اكتب ايه؟ اقول ايه؟ اقول لك انا إيه؟ قول لي قول لي يابا. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايله همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت عنها كلام كتير مش جديده، لما جيت اكتب عن امي عجزه قدام القصيده. شايله سري بيني وبينها حبل سري، انقطع يوم الولادة وانوصل حبل الوداد، حب ما يعرفش عادة، حبها اصلا عبادة. ومن ايديا تاتا تاتا ورجلي داست على البلاطة، كنت ازعل كنت ابكي كانت تجيب لي شوكولاتة. كبرتي فجأة؟ لا لا. كبرتي فجأة؟ لا. لقيتني بزهق من كلامها. ايوه. على العيال اللي مصاحبهم. عالسجاير. خش ذاكر. ايوه. ساعتها ما كنتش بغاوي. كنت فاضي للغناوي. ايوه. كنت اسيبها قاعده وانزل اترمي في حضن القهاوي. هاتلي شاي. ايوه. هاتلي نار على فحم شيشه. امي دي فاكراني طيشه. لا لا، انا راجل. ايوه. شايفه شنبي. شايفه دجني. ايوه. واما جه الحزن دجني والزمن خد مني خانه، الدواء اللي عند امي ما لقيتوش بالاغزخان.